والله هو من بداية العصور القديمة، وهذا عمري، والجاي إن شاء الله العراق واحد، وهذا مو غريب، أبد مو غريب. احنا جينا بصراحه وكنا شايلين هم انا وعمك الحجي، ندخل الفطور ويانا، نطلع الفطور ويانا، شلون ندخله جوا. فسبحان الله من لقيتها جبتها من البدايه لهنا ناخذ تصويريه الولد، فهذا شيء مو غريب والله يا ابني. بس نسال الله سبحانه وتعالى عم الامن والسلم والسلام، ويبارك بكم ويحفظكم يا ربي، شيء مو غريب علينا احنا العراقيين. اي وبيك ابني، يبارك بيك ابني ويحفظك. أهالي العظمية يقومون بكل سنة مؤدبة، وهاي المؤدبة تشمل أهالينا من الكاظمية والعلماء الكاظمية، جايين مشي من هذا إلى لكي يشاركون في هذه المؤدبة. هذا يعتبر هذا كما ملفة وكما محبة بين الشعب مالنا إن شاء الله. وإحنا هاي مدينة النعمان، مدينة العظمية، مدينة أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، ترحب بكم واهاليكم ومستعدين هذا الشيء. طائفيه ان شاء الله تجاوزت وراحت هي تعرف كل احنا اخواني. ثاني بالنسبه لي انا عديلي ساعدي، عديلي الاخ اسدي، بس ماكو فرق بين هذا. الايرانيين سووا هاي الفتنه الطائفيه، والحمد لله اخواننا ابناء الشيعه جو يشاركون من الكاظميه ويشاركون بهاي المأدبة ان شاء الله، واحنا نرحب بهم ان شاء الله. والطائفية انتهت إن شاء الله، وكلتنا أخوة ونعيش بهذا الوطن والبلد هذا إن شاء الله. ونشكركم وبارك الله بكم. الحقيقة هذا حدث يعني مهم جداً، لأنه يجمع بين الأطياف، وخصوصا الأطياف العراقية، وخصوصا تحديدا خلينا نسميها بالمسميات بين الشيعة والسنة. وفي هذا المكان الجليل، المكان اللي يعني محترم، ينجمعون العراقيين وينجمعون سنة وشيعة، عبارة عن هو عملية التوحيد، يبينون للعالم الآخر أنه العراقيين دائما موحدين وما يتأثرون في أي مرحلة من المراحل، دائما لحمة امتدادا إلى تاريخهم العريق. العراق والعراقيين عبروا موضوع الطائفية، عبروه، وهذه حقيقة بجهود يعني مثنية من الناس يعني الاختصاصيين، الناس الأجلاء. والطائفية راحت بعد ما عودة للطائفية، والعراقيين يعيشون هسه بمحبة وبسلام وبوام بينهم كعائلة وحدة وكبيت واحد. هاي إلها أهميتها، هاي كبيرة، ومشكورين وبارك الله بي اللي يعدون إلى هذه المناسبات وهذا الحدث المهم. كل عام وانتم بخير، شهر فضيل، شهر الطاعة والرحمة والعبادات والرحمة. نشكر هاي الجمعة الحلوة، الجمعة كل أطياف الشعب العراقي والقضت عن الطائفية بمشيئة الطيبين. والله تمثل الوحدة الوطنية، يعني احنا ولو اغلب العشائر العراقية يعني خالو ابن الاخت تلقيها مثلا من اخواننا الشيعة ومن اخواننا السنة. يعني هذا عبيدي، هذا حيالي، هذا دراجي، هذا مرسومي. والله احنا عبرنا لهذه المرحله من زمان، يعني مثلا هسه شوف اهل الكاظميه يعبرون عن العظميه، والاهل العظميه يروحون على الكاظميه، وبالاضافه هسه مثلا اهل المدينه منا يعبرون على الكاظميه، شغله طبيعيه يعني تقريبا انقضت. واذا تلاحظون يا شيخ عبد القادر يعني هناك اكو مطبخ مال خيرات، تلقى اهل باب الشيخ والفضل اغلبيتهم تلقيهم وجبتهم وحده. والله يعني نشكر احنا هاي اللجان، واللجان يعني هي مثلت يعني جمعة الشعب العراقي كل اطيافه، يعني لمة حلوه وجميله.
والله هو هذا التجمع للشعب العراقي مكوناته وطيافه ووحدته الحلوه وعاده قديمه. احنا بلد واحد، اخوان واحد، كل نشارك بكلها بافراحنا وباحزاننا وبجيتنا. هذا الشعب الحلو العظيم ان شاء الله بعون الله ان نحو الخير ونحو الوحده ونحو الحريه يا اخواننا. وبارك الله بكم وكثر الله من امثالكم. لا احنا جاوزناها خليناها بالخلف من زمان، بالنسبه للعوائل المثقفه والفاهم خليها بخلفه مو بامامه. وايد يصير حتى الجماعه منهم تاذوا في نفس الوقت وخلاها ورا. وبارك الله بكم. والله احنا جينا زائرين من شمال بغداد من الثعالبه بالضبط، احنا جينا زائرين علينا يتولقنا هذا التجمع اهلا وسهلا. وبالنسبه للبنيه مالتي هاي بنتي طلعت نتيجتها ناجحة ودرجة عالية 95 مطلعة. هذه استاذنا تمثل يعني بلمت الوطن بلمت الشعب، يعني ناس تجي من بعيد من كل الطوائف تجي هنا تفطر بالامام الاعظم ابو حنيفه. انا بالنسبه جاء من صلاح الدين اليوم افطر هنا بالامام الاعظم، فهاي العالم والناس كلها اليوم ان شاء الله هنا فطورها ابو حنيفه ودعوه عامه يعني لكل ابناء الشعب العراقي. زاحة مال 2006 2007 الى داعش الى يعني هاي المشاكل اللي هي صارت يعني بالغربيه وبالعراق عامه ان شاء الله، بس نعاني من شغله واحده، حريق البساتين والحنيط وهاي بالعراق موجوده، يعني جاي يحرقون بالاموال بالبساتين بالبيوت، يعني بس هاي شوي احنا نريد الحكومه تتابع لنا هذا الموضوع. تمثل يعني وقفه تاريخيه حلوه، يعني كل سنه يصير هيك وحلوه، لمه عراقيه وتجمع حلو. اي كل المناطق تجينا لابو حنيفه، هاي كل سنه تصير. والله تمثل هو التجمع والوحده الوطنيه والاخوه والتسامح، وتمثل يعني اعتبره كرنفال هذا من كافه ابناء الشعب متجمعين بهذا المكان المبارك وذا يتناولون وجبة الفطور، فشيء عظيم يعني وفرحة كبيرة بالنسبة لي. احنا من قبل واصلين هاي المرحلة، انا كنت بالمعارك التحرير اشوف ابو الحشي يطلع ابو الشرقاط، احنا متجاوزين هاي المرحلة من قبل، بس الاعلام المعادي والهجمة الشرسة من داعش وآلته الاعلامية يعني اثرت على نفسية الشعب العراقي، بس الشعب العراقي متآخي وابو نخوة وابو غيرة، وقلت لك عن خبرة يعني مو دا اتكلم واهل وطنية وغيرة الشعب العراقي. حبيب قلبي حبيبي على راسي. طبعا اكيد الحمد لله والشكر، اليوم هاي المبادره تتم على نجاح والحمد لله والشكر، ما بقى لها شيء وتنتهي. اكيد هاي المبادره برعايه رابطه هاي الاعظميه مشكورين اللي هم كانوا خلينا نقول يعني مضيفين باقي المناطق وباقي اهالي بغداد والمحافظات في مدينه النعمان مدينه الاعظميه، واكيد مجموعه الفرق التطوعيه والمنظمات اللي هم قائمين على هاي المبادره. طبعا هي البدايه كانت الفكره بسيطه انه تكون مأدبة افطار
تشمل مجموعة من عدة طوائف، لكن توسعت هاي الفكرة وأصبحت على طول الشارع تقريبا شارع طوله كيلومتر كامل. ومثل ما تشوفون طول الشارع موجودين عوائل بغدادية أصيلة، قسم منها الأعظمية قسم من الكاظمية، بالإضافة إلى تواجد للديانة المسيحية وممثلين عن المرجعيات والطوائف. طبعا هذا اليوم الدعم هو دعم ذاتي من مجموعة شبابية غير تابعين لأي جهة سياسية أو أي جهة حزبية، بالإضافة إلى رابطة هاي العظمية اللي هم كانوا المتبرعين الأساسيين للمبادرة والقائمين عليها هم الفرق الطوعية. فأي جهة غير دائمة أنه أي شخص هو غير مساهم ولو بجزء بسيط في المبادرة. طبعا أكيد هم الدعوة الأساسية صارت إلى أهلنا في الكاظمية للحضور لها المؤدبة، بالإضافة إلى أهل مدينة الصدر وأهل الشعلة وباقي المناطق ببغداد، بالإضافة إلى وجود وفد من مدينة العمارة، وفد مدينة الناصرية، وفد من كربلاء المقدسة، وفد من المرجعية من النجف الأشرف. أكيد إحنا طبعاً أكيد هي تجاوزنا مرحلة الطائفية من وقت مبكر، لكن إحنا اليوم حتى نبين هذا الإنجاز للعالم أجمع، نبين هذا الإنجاز للمواطنين اللي ما وصلتهم الصورة كاملة أنه الطائفية انقضى عليها من فترة طويلة، أنه هاي اليوم السفرة هي موجودة هي أكبر دليل على ذلك. هي هاي مبادرة قاموا بها مجموعة فرق تطوعية، وأكيد إحنا كوننا كفريق الملجأ شاركنا بهذه المأدبة هي فقط مقتصدة لأهل العظامية، لا وإنما هي للحمة الوطنية اللي نجمع بها كافة الصنوف أو كافة الطوائف العراقية. مثل ما تشوف هسه جزئنا تلقى المسيحي تلقى هنا الشيعي السني، هنا مجموعة من الطوائف مو فقط لأهالي العظامية هاي المأدبة. نشوف صارت قريبة على الشارع العام إنه للمارة مثلا اللي جاي من خلال عبر جسر الأئمة، كون هي اقتصاد قريبة على جامع أبو حنيفة والقرب من جسر لأما يكون الزوار اللي جايين من الكاظمية المقدسة أيضا لهذه المأدبة إنه يتفضلون ويانا. وهاي المأدبة إن شاء الله فقط ما حتكون بس هنا، إن شاء الله إذا قدرنا تتوسع في بغداد وخارج المناطق أيضا. هسه حاليا هي صارت تكون هاي أكبر مأدبة اللي صارت في شهر رمضان، إن شاء الله إحنا نقدر أو نسعى إنه نسويها فقط أكثر من مكان، مو فقط في العظامية أو مثلا في كربلاء أو في النجف إذا استطاع الأمر ذلك. شكرا لك، الله يخليك، شكرا. نعم، احنا اليوم انطلقنا من مدينة النعمان، مدينة السلام، مدينة العظمية المقدسة، في هذا اليوم في لمة وطن. هذه المبادرة انطلقت من الفرق التطوعية وتجمع أهالي العظمية. هاي المبادرة نريد بها نثبت للعالم انه احنا بلد مو طائفي، بلد سليم، سني ويا المسيحي، شيعي ويا الكردي، من مختلف الطوائف جانا اليوم. هاي العالم اللي جت فقراء، ايتام، شيوخ، كلها احنا نريد نبعث رساله للعالم انه العراق هو بلد امين وبلد سلام وبلد تعايش سلمي. فبعثنا من خلال منطقه العظميه بهاي التجمع لمة وطن هي هاي المبادره الحلوه. هذه الكاظميه حتى جتنا من المحافظات العماره، النجف، الانبار، ايضا جم انضموا ملينا بهاي الحمله. احب اوصل احنا هسه احنا الخوه الزينه فريق طوع 150 الف شخص. هذا الفريق كله من مختلف المناطق، بي السني، بي الشيعي، بي المسيحي، بي الكردي. فاحنا نقعد على صينيه واحده ناكل ونشرب وما بيناتنا اي شيء، عدينا الحمد لله هاي المرحله. تمثل هاي يعني عن الأخوة العراقية بين كل الطوائف، ده شوف إذا شيعي وإذا سني وإذا صائبي وإذا كردي، كلنا احنا إن شاء الله أخوان بهذا البلد. وهاي يعني اللي قاموا بها أبناء العظمية يعني ومشكورين عليها، ده شوف. واللي يتمثل يعني حتى تمحي الأول والتالي، يعني لا يبقى حقيد، لا تبقى تفرقة، ومشكورين اللي سووها. احنا قاضين عليها من زمان ان شاء الله بصايد جهودنا هنا الجبارة، يعني اهل العظمية، وهلا كل شيء ما صار بالعظمية. يعني اهل معظمة من الله خلقهم هم طائفيين ناس، يعني واحد يحب الاخ، يحبون الضيف، يحبون الغريب، واكبر يعني مضياف للغربة هو هنا بالعظمية. و
والله هي مأدبة حلوة يعني تجمع جميع الطوائف، بس أنا برأيي هاي الفلوس اللي صرفوها يوزعوها للفقراء واليتامى وأبناء الشهداء أفضل ما ياهل يجي ياكل منها. هو منو ده يجي ياكل؟ كلهم الشبعانين. هي المفروض هاي الفلوس اللي قد تنجمع تتوزع للفقراء أفضل من هذا، ولو إحنا طائفية ما عدنا، إحنا وهذه الكاظمية متجمعين وخوة يعني ما عدنا كل شيء. هاي يعني هاي ما أنا برأيي تتوزع للفقراء أفضل. هي اللمة حلوة، هي اللمة حلوة. ماكو هاي بس ضعفاء النفوس اللي يحجوها، ماكو أي فرق بين هاي العظمية وهذه الكاظمية ولا هاي. أنا ساب الكرادة 24 ساعة، ماكو أبدا هاي الطائفية ما موجودة عندنا. تقوي أواصر الثقة والتعاون والمحبة بين فئات المجتمع كافة، يعني خاصة بالظرف هذا اللي احنا أحوج ما نكون إلى لم اللحمة. هو المفروض يعني تتكرر، من تتكرر يعني تترسخ أواصر الثقة والتعاون بين فئات الشعب المختلفة، خاصة احنا بالنسبة للعظمية ما عندنا تفرقة، احنا اخوان، احنا والكاظمية وبقية المناطق ضمن منطقة العظمية، يعني ولو جماعة يبثون بعض يعني الشغلات اللي ما لها وجود، فاحنا ارفع من هاي. الناس وعد، الناس وعد، يعني ولهذا يعني اللي يحكي بهذا الموضوع مردود عليه، ويمكن نحصره بنطاق ضيق وما نخلي بعد يتجاوز او يتوسع بالكلام هذا خدمة للمصلحة العامة. والله مثل لي هذا يعني لم الشمل ولم تهنى، واحنا نشكر الشيخ محمد ابن الشيخ سمير. وماكو طائفية بالشعب، الشعب ما بيطائفية، الطائفية تصير بالسياسيين. احنا الشعب ايد واحدة وقلب واحد. انا ابن المعظم، المعظم مو مال ابويا، مال كل العراق الشريف. انا ابن المدينة، ابن البصرة، انا ابن الانبار، ابن الموصل، ابن هذا البلد. انا عراقي، وهاي لما الشمل لما تهنى طيبة قلوبنا. احنا ما عندنا لا شيعة ولا سنة ولا مسيح ولا كرد ولا زي. احنا كلتنا بيت واحد ودين واحد ورب واحد. هذا مو غير دين، هذا احنا غير دين، كلتنا دين واحد ورب واحد احنا. وكل ما حواجت العراق كله تم من هنا اليوم، ومن يوم العظمية كل العراق بيها. العظمية عراق مصغرة، يعني ابن الجنوب، يعني ابن الغربية، يعني ابن الموصل، ابن الشمال. يعني وين ما اروح يعني ابن هذا البلد. يعني على طول هاي العظمية، ترى على طول هاي، مو بس هاي، هاي مو أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة. العظمية من يومها يلتمون بها. هاي الكاظمية أكلهم وشربهم هنا كلها بالمعظم، ابن المدينة هنا 40 ساعة هنا يتعلم بالعظمية ويروح بيته تالي الليل. وإحنا نشكر الشيخ محمد على الموقف هذا الحلو أغادته. والله هاي المبادرة اجت لي من اجل التعايش السلمي وثقافة الحوار ومبدأ التسامح. الحقيقة صارت اليوم بين عشائر منطقة العظمية والفرق التطوعية وبعض من منظمات المجتمع المدني. اجت لي هذه الفكرة لتجمع ابناء اطياف الشعب العراقي كافة، ونحن بدورنا نشكر منطقة العظمية على هذه الدعوة لمأدبة الإفطار. يعني تقريبا أكثر من 12 منطقة في بغداد ضمت هذه مأدبة الإفطار، من منطقة الكاظمية، البياع، حي الجهات، حي الجامعة، وكثير من المناطق اللي إجت. والله هذه يعني المجتمعات المتعددة من الأزيديين، من المسيحيين، من السنة، من أخواننا الصابئة، الكرد، المسيح، يعني هواية، حتى التركمان كانوا لهم حضور مميز بهذه المأدبة الإفطار. نأخذ من هذا التجمع الروح الوطنية على مبدأ التكافؤ والتسامح والتعايش السلمي بين الجميع.
أكيد إحنا نتمنى يعني من خلالكم، من خلال القنوات، من خلال الوكالات الإخبارية، بأن تكون تغطيات فعالة بكل المناطق في بغداد وعموم العراق، تكون هيك مبادرات. صراحة هذه المبادرات هي تلم تكافؤ الشعب العراقي بين جميع الأطياف. شهدت اليوم مدينة العظمية أكبر مائدة للإفطار في بغداد أو لربما في العراق، حيث تجمع عليها من كل مناطق بغداد وبل من المحافظات أيضا. شهدنا وفود من محافظة الكوت ومن عدة محافظات أخرى، من ديالى أيضا ومن الأنبار، وشهدنا أيضا زوار من باقي المناطق العراقية. العديد من المناطق العراقية شاركت في هذه المأدبة سواء بالعمل التطوعي أو من خلال الزيارة والإفطار الجماعي. طبعا نحن كأهالي مدينة أو كأهالي بغداد نشجع على هذه المبادرات التي تهدف إلى زيادة التعايش الاجتماعي ونبذ الطائفية ووحدة الصف العراقي التي ترسمها هذه منظمات المجتمع المدني، وتعطي صورة إيجابية حول المجتمع العراقي والتعايش الذي يعيشوه فعلا على أرض الواقع. وهي رسالة إلى السياسيين بشكل عام أن الشعب العراقي متكاتف والشعب العراقي موحد، وما يفرقهم من أساسة ليس موجودا على أرض الواقع. اليوم لما شفنا على ميز واحد مختلف الطوائف والقوميات بل مختلف الأديان، هناك مشاركة كانت من المسيحيين وأيضا من قوميات أخرى، هي رسالة واضحة لكل من يريد التفرقة والطائفية بهذا المجتمع. ونحن نشجع على تكرار هذه المبادرات من أجل أن تعزز هذه النظرية، نظرية التعايش السلمي، وتقوي أواصر المجتمع العراقي. مبادرة لمة وطن هي مبادرة تطوعية خيرية إنسانية ذات مفاهيم ودلالات وطنية عميقة، تحمل رسائل إننا شعب واحد وموحد إن شاء الله. هي عبارة عن مأدبة إفطار جماعي أقيمت في منطقة العظمية بين جسر الأئمة وبين تمثال الشهيد عثمان العبيدي. أقمنا أكبر مائدة إفطار جماعي تعد الأولى من نوعها في العراق، جمعت مختلف أطياف الشعب العراقي، سنة شيعة أكرادا عربا، مسيح مع المسلمين، الغني مع الفقير، اجتمعنا سوية في هذا اليوم وتبادلنا الحديث وتبادلنا الكلام والطعام، متمنين وطامحين إلى أن يكون إلى أن تكون مبادرة لمة وطن تقليدا سنويا، يعاد تكرارا ومرارا كل رمضان إن شاء الله، وأن لا يكون حصرا على منطقة العظمية وأن ينتقل إلى باقي المدن إن شاء الله. أردنا أن نوصل رسالة بأننا شعب واحد وسنبقى موحدين، وأردنا أن نوصل رسالة إلى السياسيين، عليكم أن تقتدوا بالشعب وأن تتوحدوا تحت عنوان لمة وطن من أجل هذا الشعب. اختارينا هذا الاسم لمة وطن لأن اليوم الشعب العراقي أحوج ما يكون إلى وطن. نعم نحن محتاجين إلى وطن، وحاجتنا إلى الوطن دفعتنا إلى القيام بمبادرة لمة وطن. وصلنا من خلال الرسالة لأن الشعب متوحد وأن الطائفية طائفية سياسية وليست طائفية شعبية.